استغلال داعش النساء أصبح جزءا أساسيا من خططه في استقطاب المزيد من المقاتلين ومحاولة تعزيز صفوفه بكتائب نسائية بغية تحقيق أهدافه في التوسع بليبيا. جمال العريبي التقى كثيرا منهن في سجن معيتيقة في طرابلس وعاد إلينا بهذا التقرير. لطالما اعتمد داعش في ليبيا على النساء في أعمال الاستقطاب وترويج أفكاره لزيادة عدد مقاتليه في المنطقة. صارت يعني في خيمة دعوية ومعناها في كل مكان، وانت تمشي تلقى خيمة دعوية. بعدين يعني تعرفت على أخواتي، نمشي للجامع، صلاة الجمعة. في الجمعة شنو نحضر في الجمعة؟ الجهاد في سبيل الله وأنصر أخوانكم المجاهدين وإقامة شرع الله وأؤمنوا بالله وكفر بالطاغوت. نسألوا من الطاغوت؟ قلنا الطاغوت من يحكم بغير ما أنزل الله، فهو ليك الطاغوت، يعني دمه وعرضه وماله حلال. يعني صدقا انا ما كانش عندي علم، ما عنديش علم اني ما عنديش علم، جاهله ديني صدقا. حاجه اللي نعرفها بسيطه يعني، صدقني لو يسالني شخص يعني في امور دين ولا فقه ولا حاجه، نقعد معناها ما نعرفش نجاوب، سبحان الله. كما قد تكون المراه زوجه او سبيه او توكل اليها مهام عسكريه، حيث بات المكون النسوي مهما في الآونة الأخيرة وعاملا رئيسيا في داعش. زوجي هو حامل الفكر بتاع تنظيم الدولة من قبل، فهمتني؟ لكن لي أنا مازلنا قلت لك ما نعرفوش هذه دولة ولا حاجة، وماناش حاملين فكر جهادي يعني، ولا فهمتني؟ هذا هو. لكن لما دخلت طلع زوجي يعني هو ماشي بذمة تنظيم الدولة، بحكم أنا مرأة باش يحطني في دار، وهو كان في معسكر فهمتني يتدرب يعني عند تنظيم الدولة. صارت الفتنة بين جبهة النصر، كان سمعت بها هو يعني وداعش فتنة كبيرة. هو لقى روحه أنه أصحابه في تونس يقاتل فيهم، فمني بعد يعني مني قال لي اللي أنا أصحابي اللي في تونس نعرفهم، وقيت روحي نقاتل فيه، وبعدين كان يجي يشوفني قيه صاحبي هذا يعني باش يموت. انتقل تنظيم داعش في ليبيا إلى تجنيد الفتيات الصغيرات لسهولة استقطابهن واللعب بعقولهن وخداعهن. أنا إنسانة عادية، نعرف ربي، صلي صح، ما نبعدش على الطريق بتاع ربي، ما عنديش علاقة بالدواعش. قلت لك الغلطة الوحيدة أني تزوجت راجل أني ما نعرفوش. المشكلة أنه إرهابي، وأكبر إرهابي فركسوا عليه. كيف كانت قصة الزواج؟ إنسان عرض عليك الزواج، خلاص وافقت على حالة واحدة. أنا قلت لك لا بس عليه، عنده برشا فلوس، ما نعرفش هو شكونه. أنا قلت لك حتى اسمه عرفته لهنا، اسمه الحقاني عرفته لهنا لما وصلوني دخلوني لهنا. ويبقى الفقر والجهل وقلة الوعي من أهم الأسباب التي تدفع بالنساء من المناطق المحرومة إلى البحث عن أموال يوهمهم داعش بالحصول عليها فور التحاقهن بصفوفه. حول الموضوع معي في الاستوديو جمال العريبي الزميل في غرفة الأخبار والمراسل الميداني. جمال، في رحلتك من تونس إلى ليبيا كشفت العديد من الحقائق عن المجندات والمجندين في صفوف داعش، قابلت عائلاتهم، قابلتهم شخصيا، ولكن نبدأ بما عرضناه قبل قليل الآن عن هؤلاء السجينات مجندات في صفوف داعش. ما أبرز ما جمعته من معلومات عنهن؟ كيف جندن؟ وما الذي أغراهن به التنظيم لكي ينضموا إلى صفوفه؟ نعم خديجة، لا يخفى عليك أن هؤلاء اللواتي أقحمن في داعش أو تم استغلالهم من طرف داعش لم تكن لهن دراية بداعش وخلفية هذا التنظيم. ما تم الإيضاح لهم أو ما تم التسويق له على أساس أنه إقامة شرع الله وإقامة الدين والصلاة والعبادة، فهذه هي الصورة التي كانت تظهر لديهم. لكن يعني اعتراف حتى إحدى المتحدثات قالت بأن هي جاهلة في الدين، لا تعرف الكثير. نعم، ما يجتمع في هؤلاء النسوة هو قلة الوعي الديني، والفقر أيضا كان من الأسباب التي كان يستغلها داعش في ربما هذه النقطتين مهمتين بالنسبة لداعش التي كان يستهدف من خلالها هذه المجموعة النسوية
واللعب على الفقر مثل ما قلت، وقلة الوعي، واستغلالهم في تجنيدهم لداعش والعمل تحت هذا التنظيم. ثم بعد التحاقهن مثل ما سمعنا، واحدة قالت أنه أنا لم أكن أعرف أن تقدم إلي للزواج، كانت هي فكرة أنها ستقوم بالزواج من رجل سوف ربما يغنيها عن السؤال والحاجة، لأنه كانت تشتغل وكذا، فهي كانت تحاول أن تكون بيت. بعدها اكتشفت أن زوجها هو أكبر إرهابي مطلوب داخل ليبيا. الثانية كانت قاصر غفران، كان في عمرها تقريبا 15 سنة لما التحقت بليبيا وتحقت بصفوف التجنيد، لتجد نفسها وسط عالم غريب عنها، لا تعرف مثل ما قالت حتى هي أمور بسيطة في الدين لا تعرفها، فإذا بها وجدت داخل تنظيم وعمليات قاتل وصلب باسم الدين. فتقريبا جميع من التقينا بهم أجمعنا على أنهن كنا ضحايا لداعش. ماذا قدم لهم داعش؟ ما الذي أغراهن به عندما كشفوا واكتشفوا أنهم منضمين إلى تنظيم إرهابي كهذا؟ لأنهم عند اكتشافهم لذلك ظلوا في صفوفه، لم ينشقوا أو لم يذهبوا عن التنظيم، يعني كل هذه السنوات قبل أن يسجنوا، بماذا أغراهن؟ مثل ما تعلمين أنه بوصول المرأة إلى داخل الصفوف التنظيم تزوج المرأة لعدة أسباب ودوافع، مثلا عند الانتقال يقول ليس هناك يعني أنت لا تستطيعين التنقل لأن ليس لديك محرم، فبالتالي تجبر بطريقة أو بأخرى على أنها تتزوج. ثم بذلك تشتغل، المعروف في ليبيا أنه تم توظيف النساء حتى في العمليات العسكرية، الاشتغال في الجوسسة، الاشتغال في السجون التي يمسكها داعش، في إعداد الطعام. يعني المرأة في ليبيا غير المناطق الأخرى كانت تشارك حتى في العمليات القتالية، يتم تدريبهن على مختلف أنواع الأسلحة، على أيضا على تفجير، على يعني تحضيرهن على أن يكون انغماسيات أو انتحاريات لتنفيذ العمليات. عن قناعة ولا عن إجبار؟ هي تقدر تقول عن مش قناعة 100% بما يقومن به، وإنما تم الزج بهن في هذا الموضوع بين عشية وأخرى. مثل ما حكيت لك، بنت قاصر في عمرها 18 سنة، المفروض اليوم هي في مقاعد دراسة، لديها بنت ومتزوجة ولديها مسؤوليات، فبالتالي أنه هي عبارة عن استغلال للأطفال والقصة. وأيضا تم ربما الزج بهن في عالم ليس لديهن فيه اي صله. كيف كان يصل ادمغتهن؟ كيف كان يجذبهن اكثر او يؤثر بهؤلاء النسوه بفكره كتنظيم متشدد؟ عن طريق ماذا؟ طبعا مثل ما تعلمين لداعش عدة وسائل يستعملها للضغط أو لربما إرسال الفكرة إلى هؤلاء النساء. يستعمل مثلا خديجة المطويات أو المنشورات ممكن أن تطالع عليها، لربما ترسيخ عدة أفكار أنه ما هو الطاغوت، هو كل من لا يحكم بحكم الله، وبالتالي أيضا يتم تدريبهن أو إعطاء لهن أولا ربما ادعاءات هذه. نعم، أيضا الكتب، أيضا مثل ما تشاهدين هنا عدة كتب للتدريب على المختلف وسائل الأسلحة، أيضا حتى الكتب الدينية، ربما خلينا نقول لك أنه هي كتب دينية مزيفة للحقائق، تعطي أفكار أخرى، تعطي يعني متشددة جدا وليس لها أي علاقة بالدين، أما هي تسوق على هذه الأفكار على أساس أنها هي الدين الصحيح وهي المفهوم الصحيح. وعند لقائنا بهؤلاء يعني أجمعنا على أنهن كنا على خطأ كنا لا يعرفنا من الدين شيئا. رحلتك كانت طويلة، ما كشفته يعني كثير، ستكون لنا وقفات أخرى في حلقات قادمة للحديث أكثر عن كل هذه النقاط. جمال، شكرا جزيلا لك. جمال العربي الزميل في غرفة أخبار الآن ومراسل الميداني.